قبل ما اطلع لفاصل معايا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. دايما انا بتشرف دايما بتواجده معانا، طبعا بيضيف لنا معلومات قيمه بشكل كبير جدا من خلال تواجده معانا. باشمهندس مساء الخير على حضرتك. باشمهندس فرج كلك ذوق والله، كتر خيرك. لا ازاي يا باشمهندس، العفو يا كابتن. يعني خليني واحنا بنتكلم على مصطفى فتحي وتألقه يا باشمهندس، والاول كل سنه طيب طبعا قبل اي شيء، ورمضان كريم لحضرتك. طيب ومستمعينك طيبين ومصر كلها بخير. حبيبي باشمهندس، طيب انا بتكلم على مصطفى فتحي، وهل نادي سموحه طلب من نادي الزمالك انه يمدد الاعاره؟ لا لسه ما طلبناش. ولا بس نتمنى طبعا. طب اعاره ولا بيع يا باشمهندس؟ انتوا بتفكروا في البيع؟ نتمنى اللي يوافقوا عليه. يعني بيع ولا اعاره برضو؟ يعني اتمنى ان احنا يا ريت لو نعرف نشتريه يبقى حاجه جميله، لو نعرف ناخده اعاره حاجه جميله. هو لعيب ممتاز خلقا ولعبا يعني، وهو لقى نفسه في نادي سموحه يعني استعاد مستواه الجميل وراح المنتخب من نادي سموحه. ده حقيقي، ده حقيقي يا باشا. انا بحييك بقى على صفقه ترهوني وحسام حسن واعارتهم يا باشمهندس. انت بتتكلم في 3 شهور منهم شهر تقريبا احنا في توقف، قدرت يعني تكسب مكاسب ماليه مميزه يا باشمهندس. الله يخليك ويبارك فيك، هو والله ربنا اللي بيسهل الامور. ويعني وربنا رب قلوب ونيات. وبعدين نيه الباشمهندس حلوه. الله يخليك. العفو يا كابتن. هم هيلعبوا، هم هيمشوا بعد ماتش الاهلي. يعني هو زي ما حضرتك بتقول، هم 4 شهور منهم شهر واقف الكوره واقفه في مصر. صحيح. فيعني هو هيلعبوا كل اللي هيلعبوه مع اهلي طرابلس 7 مباريات. ده مبلغ حلو. يعني مبلغ حلو حضرتك. فكره جميله. وان شاء الله حضرتك شاطر يا باشمهندس فرج. والله لا والله. والله يا كابتن هو ربنا اللي بيسهل الامور. وبعدين لعلم حضرتك انا فعلا عندي عرض، بس مش اماراتي، هو عرض عربي. بس طبعا انا لازم اموه وما اقولش هيروح فين للهاني سليمان، وعندي كمان عندي 6 لاعبين، وعندي اطهر الاطهر عليه طلب فظيع جدا. خدت بساتك، لكن انا طبعا مش هقدر ابيع الفرقه ولا ماشي الفرقه. اطهر يعني الطاهر يا باشمهندس. يعني اللي بحكي لحضرتك اللي بحكي لحضرتك يعني ان احنا عندنا 6 لاعبين مطلوب ان هم يعني يروحوا في اماكن كويسه جدا، لكن طبعا انا ما اقدرش امشي الفرقه. واي حاجه العلم حضرتك بتحصل لازم الكابتن احمد سامي يكون موافق. يعني انا حسام ما كنتش اقدر اوافق ابدا الا لو كابتن احمد سامي قال انا موافق. بس انا سمعت كابتن احمد سامي بعد الماتش الاخير تقريبا يا باشمهندس، وتقريبا انتوا اتغلبتوا في الماتش ده تقريبا، والتصريحات اتعادلنا ما اتغلبناش. اتعادلتوا. انا اسف اتعادلتوا، والكلام على ان يعني حسام مشي وما عندناش البديل اللي زي حسام، فبالتالي وبالتالي هتشتغلوا على الناشئين وعلى اللي موجود. لا بص حضرتك، اول حاجه انا لسه كنت موجود مع اللاعبين، لان هو اللي حصل الاتي ان فرقه سموحه اللعيبه بتلعب كوره ولعيبه جامده، ولما ابتدت الناس تتكلم عليها والجرايد تتكلم عليها ابتدى يجي لهم قافه اللاعب المصري وهي الانانيه. كل واحد فيهم ياخد الكوره وعايز هو يدخل بيها الجول. ويمكن لو سيادتك شفت كام مباراه من المباريات الاخيره، حتى المباريات الاخيره بتاعت المحله، حصل نوع من انانيه اللاعبين. يعني عايز لو في كذا لاعب لو لعب الكوره لزميله هتدخل جول 100%. كمان برضو يعني عدم الاهتمام بالمكسب، يعني احنا بنعمل يعني بنالتيات يعني ما تتعملش، او حد ياخد طرد ما يتعملش. فاحنا كابتن اداهم جزا كل واحد ب 10,000 جنيه واحنا صدقنا عليه. وقلت لهم يعني لا يليق بيكم ولا يليق بنادي سموحه ان احنا يعني نبوظ الطبخه على الملح والفلفل. فانتوا 11 مباراه انتوا متقدمين، ازاي تسمحوا بيحصل التعادل في وقت حالي؟ انت 12 مباراه يا باشمهندس تقريبا تعادل، يعني اكتر انديه تعادلات في الدوري ممتاز. ماتش واحد بس. وحضرتك انا يعني 11 او 12 مباراه انا المتقدم. واجي في اخر دقيقه وقبل في اخر 10 دقائق اعمل على نفسي بينالتي يعني. طب تفسيرها ايه يا باشمهندس؟ خبرات يعني ولا ايه من وجهه نظرك؟ لا هو انا زي ما قلت لسيادتك، احنا بعد ما نجيب الجول الاول بتجد حضرتك ان اللعيبه كل واحد عايز يحتفظ بالكوره يدخل بيها لنفسه الجول. هم كل يعني ماتش المحله ده ضاع مننا 4-5 اهداف ما تضيعش من حد ابدا. ابدا يعني الكور بتاع من عبد الكريم الوادي 3 كور، حسام حسن كورتين، من حمدي ده كورتين، من يعني كذا في كور كتيره بعد مش ممكن تضيع. فده ناتج من ايه؟ ان الكوره لعبه جماعيه. انا قلت لهم يا جماعه الكوره لعبه جماعيه. احنا عارفين ان انتوا لعيبه كوره وعارفين
ان انتوا ناس مميزين جدا، والدليل انتوا لابسين الانتباه اليكم، بس خلي بالكم خلاص ما حدش هيبص لكم، لان العبره بالنتيجه مش العبره ان انا اقعد ارقص واقعد العب واطلع قدراتي الفرديه. الكوره غير الجمباز، غير التنس، غير السكواش، غير السباحه، دي لعبه جماعيه. تمام. طيب باشمهندس، عايز اسال لحضرتك سؤال يمكن جه في بالي وانا كنت بقرا خبر كده من كام يوم، ان طبعا النادي الاهلي اعلن ان هو هيعمل فرع في اسكندريه، فرع خاص بيه. الحاج محمد مصلحي كان زعلان جدا، ما اعرفش موقف حضرتك ايه في الموضوع ده. اول حاجه بعد انا موقفي كان نادي سموحه يعني. لا انا ما انا بص يا بي، انا يخصني نادي سموحه، انا ماليش دعوه. لا انت حضرتك بص، العالم كله بقى قريه. انا ابص على نفسي واخلي بالي على نفسي. وبعدين النادي الاهلي لما يجي هنا ما هيجي نادي اجتماعي، النادي الاهلي مش هيتنقل بفرقه يعني. لو 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 جه ما حدش يعرف اذا كان هيجي او مش هيجي. تفكير هو فكره موجوده يعني. بص حضرتك، ما حدش يعرف اذا كان الاهلي هيجي او مش هيجي. وبعدين ما فيش ما يمنع ان اي نادي يروح في اي مكان في مصر. طب ما نادي سموحه هيروح الشيخ زايد قريب، والله احنا العالمين. اوكي. احنا دلوقتي اكبر نادي من حيث المساحه في العالم. خدت بالك؟ لكن اللي انا عايز اقوله لحضرتك، من حق كل حد، احنا في بلد حره وحريه وفي استثمار رياضي والرياضه استثمار، والاهلي بيكسب من الكلام ده. والاهلي لو جه في اسكندريه هيجي نادي كنادي اجتماعي. يعني خدت زي ما حضرتك. طب ما هو اجتماعي كده هياخد منك برضه يا باشمهندس كده الاعضاء الجدد. يا بيه والله بص، العبره بايه؟ الخدمه اللي انت بتقدمها. سيرفيس صح. فليتنافس المتنافسون. طب ما انا الحمد لله بقدم خدمه هايله هايله هايله، والناس عندي اقبال جامد جدا ومنقطع النظير. ومع الاحترام للاهلي وكل انديه مصر، انا شايف ان سموحه بيقدم احسن خدمه اجتماعيه ورياضيه، سيبك يعني لاعضائه لمجتمعه. انا شايف كده، والدليل ان احنا عندنا اقبال جامد قوي. فهو طبعا محمد بيه من حقه ان هو يغير على نادي الاتحاد، لكن ايه اللي يمنع الاهلي او الزمالك او اي حد يروح اي حته؟ انت مع الفكره دي ما عندكش مشكله. مع الفكره دي ما يعني موجوده عند حضرتك، ما فيش مشكله فيها خالص. حقيقي بص، الدنيا بقت قريه. ما احنا شايفين اكاديميات الانديه الاوروبيه كلها منتشره في مصر كلها. فالعالم بقى قريه، هتفرق ايه؟ انا اركز في ناديه بس. انا زي ما بقول لسيادتك، اي نادي هيجي من القاهره هيجي كنادي اجتماعي، مش هيجي كنادي رياضي. تمام. مش هيجي ينافس الاتحاد في شعبيته. وبعدين الاهلي بيسعى الى تسويق نفسه، والزمالك كمان. الاهلي والزمالك بيسعى لتسويق نفسه، عايز موارد باي طريقه. صحيح. من حقه. صحيح. باشمهندس انا بشكر حضرتك، ويعني طبعا جميل وشخصيه جميله كان باشمهندس فرج عامر، ودايما بيطلعنا باهم طبعا المعلومات اللي موجوده في جوه نادي سموحه، وطبعا رايه في فكره النادي الاهلي ان هو ينشئ فرع في اسكندريه. هل هو مع الفكره؟ يعني باشمهندس فرج عامر بيتكلم طبعا ان النادي او العالم بقى كله زي